محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آمين رب العالمين. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. في الآية السابقة نهى الله تبارك وتعالى المؤمنين عن مد العين إلى متاع الآخرين. لا تنظر إلى ما أنعم الله تبارك وتعالى الآخرين من النعم، فإنما هي فتنة وامتحان. الإنسان اللي يبحث عن المتاع الموجود بيد الغير هذا عادة يغفل عما في بيته. ماذا يدور في بيتك؟ عادة الإنسان الذي يبحث عما في أيدي الناس عين كل عليهم، هذا كل فكرة وذكرة أنه الآخرين شنو ذا يسوون؟ يتابعهم، يحاول أن يقلدهم في طريقة حياته، يحاول أن يصل إليهم بطبيعة الحال بالمقدار اللي فكرة يم الآخرين، مشغول بالآخرين يغفل عما يدور في بيته، يغفل عن تربية أهله وأولاده. اهتمامه وين؟ اهتمامه في الآخرين، بهالمقدار ينقص الاهتمام عن تربية العائلة. لذا هذه الآية الكريمة تأتي لتلفت نظر المؤمن إلى أن يهتم بعائلته، أن يهتم بأهله. اهتمامك خلي يكون في داخل بيتك، لا تغفل عنه. عادة أو غالبا المسؤول لإدارة شؤون البيت الأب، وهكذا الأم أيضا، يهتمون بالشؤون المادية للأولاد، تهيئة الطعام المناسب، الشراب المناسب، اللباس المناسب، الأمور المادية الأخرى ما يرتبط بحياتهم المعيشية. في هالجهة بالمقدار اللي يقدرون ما يقصرون. الاهتمام بالشؤون المعنوية في كثير من الأحيان يغفلون عنها. الشؤون المعنوية، الشؤون الروحية، الشؤون النفسية. لذا بعد فترة واحد يشاهد في بعض الحالات الأولاد ينفصلون عن الوالدين، يروح في طريق آخر، يجد هنالك أحضان دافئة تحتضنه، فالأب يجي يقول له أنا قصرت وياك. الأم تجي تقول لابنها وبنتها أنا قصرت وياك، إيش ما أنتي كنت تريدين أنا وفرت لكم، ليش رحتوا إلى جهة أخرى فكرية روحية عاطفية؟ لذلك يغفلون أنه الجانب المادي يشكل فرد حيز معين من حياة الأولاد، ما يشكل كل شيء في حياتهم. الأولاد بحاجة إلى عاطفة، بحاجة إلى رعاية، بحاجة إلى اهتمام، بحاجة إلى قضايا روحية، بحاجة إلى معنويات. هذا الجانب في كثير من الأحيان مغفول عنه. أيها الأب، من اليوم الأول اهتم بأولادك، وكذا الأم وبناتك، اهتم بهم في الجانب المعنوي. لذا تشوفون الشريعة الدين يأكد على الأب على الأم رعاية شؤون الأولاد منذ اليوم الأول من الولادة، بل حتى قبل ذلك.
بس ما يجي للدنيا الأذان والإقامة، هذا يعني ربطه بالمبدأ لله تبارك وتعالى، بالعقيدة، بالصلاة، الأذان والإقامة في أذنه اليمنى واليسرى. أعطي قليلا من تربة الحسين عليه السلام، هذا تربطه بالإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. اختار له الاسم الحسن المناسب، مو اسم ما له معنى أو اسم ضد الدين. مثلا الرسول صلى الله عليه وآله كان يغير الأسماء، اهتم منذ اليوم الأول، بل قبل الولادة أكو برامج كذا، بل قبل طلب الزوجة، اختيار الزوجة الصالحة، اختاروا لنطفكم. هذا كله ليش؟ لرعاية شؤون الأولاد من الجهة المعنوية والروحية والعاطفية والنفسية، وارتباطهم بالقضايا العقدية. الآية السابقة تكفلت نهي الأب وكل مكلف عن النظر إلى متاع الحياة الدنيا الذي أعطاه الله تبارك وتعالى للآخرين. في هذه الآية يلفت نظر الأب إلى أنه لا تغفل عن بيتك، لا تغفل عن عائلتك، لا تغفل عن زوجتك وأولادك، هذول بحاجة إلى رعاية، بحاجة إلى تعليم، بحاجة إلى تربية. في المنظومة الدينية التربية والتعليم موجهة أولا وبالذات للفرد نفسه. أنت دير بالك على نفسك، عليكم أنفسكم، قوا أنفسكم. الإنسان الغريق يغرق، يفكر بالآخرين، يفكر بنفسه. الآن لازم أنا أنجي نفسي، وقت اللي نجى نفسه يقدر ينقذ الآخرين. في القضايا الدينية أيضا كذلك، قوا أنفسكم، دير بالك على نفسك، بعدين وأهليكم. هذه الآية والآية السابقة أيضا كذلك، دير بالك على نفسك، لا يكون عينك على الآخرين، لا تكون عينك على الآخرين، دير بالك على عائلتك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. عادة أهل الإنسان ضعاف في كثير من الأحيان. الإنسان قد يربي نفسه على الاستقامة، على الصبر، على الصمود، على أن لا ينظر إلى مال الآخرين من النعم، يقدر، ولا تمدن عينيك، أنا ربيت نفسي على هذه الحالة، أحسنت، نعم ما فعلت. ولكن أهل الإنسان يضغطون عليه في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان. الأهل عادة عاطفي، الأهل الزوجة الأولاد عاطفيين، تمتلكهم العاطفة، يشوفون الجار شنو عنده، ابن العم شنو عنده، الأخت شنو عندها، فيضغطون على الرجل، فلان وفر لزوجته كذا، فلانة تسافر كل سنة، فلان بيت كذا، وهكذا من الشؤون المادية. فيجون يضغطون على الرجل أو على المسؤول، لمثل ما فلان وفر لأهله كذا وكذا، أنت موفر لنا كذا وكذا، شنو موقف الإنسان؟ إذا يكون موقفه موقف الإهمال، ما يدير بال، هذا الضغط يكثر 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 إلى أن لا سمح الله الإنسان ينهار، ما يقدر بعد شقد يتحمل أمام الضغط. هذه الآية تبين دور الأب المسؤول، أنه لا، أمن الجانب المعنوي لهؤلاء، ربيهم، أحسن تربيتهم، وجههم، وجههم نحو الله تبارك وتعالى، وأمر أهلك بالصلاة. أهلك يعني منو؟ الأهل، أهل الإنسان. هنا المخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله، الخطاب للجميع، ويختلف الأهل بالنسبة إلى المخاطب
وبالنسبة إلى سائر الناس. المخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله، من هم أهل الرسول؟ هم علي وفاطمة والحسن والحسين، بصريح الروايات الواردة من طرق العامة والخاصة. أنا أقرأ لكم بعض الروايات الواردة التي تبين من هم المقصود بالأهل في هذه الآية الكريمة. هذا الكتاب تفسير نور الثقلين، وموجود أيضا في البرهان وسائر الروايات عن عيون الأخبار، في قضية مفصلة بين الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه والمأمون العباسي ومجموعة من العلماء. قالت العلماء: فسرنا، هل فسر الله تعالى الاصطفاء في الكتاب؟ الاصطفاء، اصطفينا آدم ونوحا إلى آخر الآية. فقال الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام: فسر الاصطفاء في الظاهر سوى الباطن في 12 موطنا وموضعا، في 12 مكان الله تبارك وتعالى في ظاهر القرآن الكريم فسر الاصطفاء، غير الموارد اللي تفسيرها في الباطن يمكن بالعشرات. وأما الثاني عشر، المورد الثاني عشر، فقوله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فخصنا الله تعالى بهذه الخصوصية، الإمام الرضا يقول خصنا نحن أهل الرسول صلى الله عليه وآله، إذ أمرنا مع الأمة بإقامة الصلاة. في الآيات المطلقة الأخرى أمر الله تبارك وتعالى أهل البيت مع الأمة، ثم خصنا من دون الأمة، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يجيء إلى باب علي وفاطمة عليهما السلام بعد نزول هذه الآية 9 أشهر يومية. الرسول صلى الله عليه وآله بعد نزول هذه الآية يأتي إلى باب علي وفاطمة صلوات الله عليهما كل يوم عند حضور كل صلاة 5 مرات يومية، 5 مرات بالصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيقول: الصلاة رحمكم الله، وما أكرم الإمام الرضا يقول: وما أكرم الله أحدا من ذرار الأنبياء عليهم السلام بمثل هذه الكرامة التي أكرمنا بها وخصنا من دون جميع أهل بيته. هذه خصوصية لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله دون سائر الأنبياء. فيعترف المأمون والعلماء بهذا الفاضل، فقال المأمون والعلماء: جزاكم الله أهل بيت نبيكم عن الأمة خيرا، فما نجد الشرح والبيان فيما اشتبه علينا إلا عندكم. وأمر أهلك، فيما إذا كان الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله المقصود هؤلاء، الرسول صلى الله عليه وآله بهذا العمل يريد يبين من المقصود بآية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يريد يرسم الخطة المستقبلية للأمة، هذه الرسالة الإلهية الملقاة على عاتق رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه الرسالة تستمر في هذا البيت، يتروحون إلى مكان آخر. خب، الرسول صلى الله عليه وآله لهذه الفترة الطويلة كان يأتي إلى هذا البيت الطاهر، ماذا كان يقول لهم؟ الرواية الأخرى يقول: كان رسول الله يجيء كل يوم عند صلاة الفجر
حتى يأتي باب علي وفاطمة فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيقول علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام: وعليك السلام يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. ثم يأخذ بعضادتي الباب فيقول: الصلاة يرحمكم الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فلم يزل يفعل ذلك كل يوم. ذيك الرواية قالت 9 أشهر في الصلوات الخمسة. هذه الرواية تقول عند صلاة الفجر ومستمر. فلم يزل يفعل ذلك كل يوم إذا شهد المدينة. حينما كان في الحرب ذاك بحث آخر، حينما كان مسافرا لأجل أي شيء ذاك خارج، أما حينما كان في المدينة كل يوم. كم سنة؟ سنة، سنتين، أقل، أكثر، كل يوم إذا شهد المدينة. حتى فارق الدنيا، حتى فارق الدنيا. وقال أبو حمراء خادم النبي صلى الله عليه وآله: أنا شهدته يفعل ذلك. هذه شهادة من واحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله. فهذا العمل من رسول الله صلى الله عليه وآله لإثبات الأسوة. هؤلاء هم أسوة. هذا أولاً لتعليم المسلمين قاطبة، اللي ربوا أولادكم، ربوا عوائلكم، أنتوا مسؤولين عن بيتكم، فاهتموا بتربيتهم، لا تتركوهم هكذا. طبعاً دور الرسول صلى الله عليه وآله أدوار متعددة بينت في مختلف الآيات القرآنية الكريمة. دوره الإنذار، إنذار العشيرة، وأنذر عشيرتك الأقربين. هذا دور من أدوار الرسول صلى الله عليه وآله. ثم ولتنذر أم القرى، هذا دور آخر لرسول الله صلى الله عليه وآله. أم القرى يعني كل المدينة. الدور الثالث نذيرا للبشر. أنا المؤمن العادي دوره بالنسبة إلى بيته، إلى عائلته، إلى زوجته، إلى أولاده. إذا صار إلى الدور أكبر، مبلغ، عنده وظيفة، أولاً لابد وأن يبدأ بتربية نفسه وتعليم نفسه. فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره. هذا قوة أنفسكم. ثم أهليكم. أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، ومؤدب نفسه أعظم أو أعز بالإجلال، أو كلمة أخرى، ومؤدب نفسه أحق بالإجلال من مؤدب غيره ومعلمه. ومؤدب نفسه ومعلمه، أو مؤدب نفسه ومعلمه أحق بالإجلال والإكرام من مؤدب غيره ومعلمه. ابدأ بنفسك أيها الإنسان، ثم ابدأ بأهلك، ثم ابدأ بمدينتك، وأنذر عشيرتك الأقربين، لتنذر أم القرى، نذيرا للبشر، رحمة للعالمين رسول الله صلى الله عليه وآله. فالإنسان قد يتقمص دور النذير، إما لعائلته، إما يوسع الدائرة لأهل بيته، لأهل مدينته، لأهل بلدته، ولجميع من يرتبط بها. فهذه الرسالة الدين لا يحدها حد، لا يحده حد معين، وإنما بلا حدود. كل إنسان له هذه الوظيفة، أن يقوم بتبليغ رسالة الله تبارك وتعالى، وأن يحاول أن يؤدب من يرتبط به.
طبعا بطريقة معينة، مو بالآمر هكذا، بالغضب، بالصراخ، بالعركة، بالضار، بالشتم، لا، بطريقة مؤثرة. من الطرق المؤثرة جدا أن يكون الفرد هو أسوة في بيته لعائلته، يكون هو أسوة في بيت العائلة. واحد يأمرهم فقط ولا يفعل، لا يؤثر هذا فيه. كلام إنما يكون مؤثرا إذا هو القائل أول واحد اللي يقوم بهذا العمل. الأولاد عينهم على الآباء والأمهات، يشوف الأب شنو يسوي يقلده، الأم شنو تسوي تقلدها، تعلمون منهم. إذا الأب ملتزم بالصلاة أول الوقت، الأولاد أيضا يتعلمون. إذا الأب ما يهتم بالصلاة، الأولاد أيضا ما يهتمون بالصلاة. لذا هذه الآية تركز على الجانبين، وأمر أهلك بالصلاة. الصلاة عمود الدين، الصلاة الصلة بين العبد وبين الخالق. واصطبر عليها، اصطبر، أنت صلي واصطبر على الصلاة وعلى الأمر. الاصطبار نفس الصبر ولكن بمزيد من التأكيد والشدة، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. المادة صبر، اصطبر زادت الحروف فتدل على الشدة، كأنه مثلا في بعض المعاجم القواميس الصبر الشديد المقارن لحالة من الهدوء والاطمئنان النفسي من دون شكوى. بعض الأحيان واحد يصبر ولكن في داخله أكو غليان، أو يشكو الأمر. بعض الأحيان لا، واحد يصبر بشدة، هم يصبر بدون اضطراب، بدون شكاية، هذا يطلق عليه الاصطبار. الصبر مزيدا ومؤكدا وشديدا. الصلاة قضية لها بداية ما لها نهاية، يومية واحد لازم يصلي في الأوقات الخمسة، قد تكون شاقة على البعض. فلذا أكو تأكيد اصطبر عليها، هم اصطبر على الصلاة، هم اصطبر على الأمر. واحد بعض الأحيان أنا شايف ملتقي بعض الأفراد المؤمنين يصلي بس ما يدير بال لأهله وأولاده، ما يقول لهم، ما يقعدهم لصلاة الصباح، ما يعلمهم من البداية. أكو تأكيد الطفل عمره 7 سنوات قعد لصلاة الصبح، هذا يتعود، يقول هذا الطفل مو بالغ ما يتعود. إذا خليت صار عمره 15 سنة عند البلوغ، هذا بعد ما يقدر يقعد لصلاة الصبح، صعب يكون عليه. أما إذا من عمره 7 سنوات أنت قعدت بالطريقة اللطيفة اللي هو يشتاق لذلك، كما نقلنا في المرات السابقة قضية المرحوم الجد رحمة الله عليه مع والدته، كانت تقعد لصلاة الليل وعمره 3 سنوات بطريقة لطيفة حتى الطفل يكون راغب، يعني هو يحب، كان يحب هذا الشيء اللي قعده، لأن كانت تعطي مثلا بعض الأشياء الطيبة، تقول له اقعد وبس شوفني، بس شوفني. هذه الحالة، هذا مؤثر. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أنت اصبر. هذا التدريب عملي، لما تقولون ما لا تفعلون؟ أنت بس تحب ابنك، أو واحد يحب ابنه، هيك يسوي هيك يسوي في الدين، في غير الدين، في أي قضية، وهو بعيد كل البعد عما يأمر به، هذا ما يأثر. لما تقولون ما لا تفعلون؟ تأثير ما كل الكلام بلا عمل. اصطبر عليها، أمر واصطبر. لا نسألك رزقا نحن نرزقك. لا تصور العملية شاقة. إذا واحد يريد يشوف المعادلة بالقياس إلى سائر الأعمال، الموالي والعبيد، بس ما أكو موالي وعبيد، خلي نمثل بالموظفين أو العاملين، عامل 8 ساعات 10 ساعات في بعض الأحيان لازم يشتغل الأعمال الشاقة حتى يهيئ فلتشيل مولاه لرب العمل.
العابد يدزو يشتغل 10 ساعات حتى يجيب رزق للمولى. الموظف أيضا كذلك، عندكم موظف يروح يشتغل يجيب لكم المواد اللي تريدون، 10 ساعات 8 ساعات شغل في مقابل مادة قليلة. أنتوا 15,000 دينار 20,000 دينار 25,000 دينار يوميا، هذا عمل جدا شاق. الله يقول أنا طلبت منك الصلاة، أنا ما أريد منك شيء، ما أريد منك رزق. الله لا يطلب من البشر شيئا إلا لصالحهم إلا لنفعهم. هذه الصلاة اللي أقول لك تصليها هذه لك، نفعها يعود إليك. أنا ما طلبت منك كما يطلب الموالي من العبيد الأعمال الشاقة حتى يجيبوا لهم أرزاق. نحن لا نحتاج إلى رزق منك، هذه عبادة تقربك إلى الله تبارك وتعالى، هذه نفعها لك في الدنيا وفي الآخرة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لا نسألك يا رسول الله، لأن المخاطر رسول الله، ولا نسألك أيها المكلف، لأن الخطاب عام بقاعدة الاشتراك في التكليف. إحنا ما طلبنا منك رزق ودنيا وتعطينا وتشتغل لنا، لا، طلبنا منك طاعة وعبادة لدقائق معدودة فقط. إذا نحسبها الصلاة كم دقيقة تصير باليوم؟ تصير 20 دقيقة متفرقة. كل ركعة إذا نحسبها دقيقة 17 دقيقة. بالقياس إلى النتائج المترتبة على هذه الصلاة في الدنيا وجنة عرضها السماوات والأرض، 8 ساعات يشتغل يحصل 25,000 دينار، هذا 20 دقيقة في المقابل جنة عرضها السماوات والأرض، الجنة الأبدية. هذا الشيء لا نسألك رزقا، هذا التكليف اللي وجهنا لك الأمر بالصلاة هذا مو مستلزم للمشقة كما سائر الأعمال اللي مستلزمة للمشقة. نحن نرزقك، رزقك علينا، والعاقبة للتقوى. الله تبارك وتعالى هو الذي يرزق العباد فلا يحتاج إلى رزق منهم، والعاقبة للتقوى، العاقبة المحمودة الحسنة لذوي التقى الذين يتقون الله تبارك وتعالى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.